الاندكتيف بروكسيميتي سنسر بتحتاج ماده كوندكتنج، لازم تكون الماده اذا الاوبجكت ماست بي اوف كوندكتنج ماتيريال. ايش احنا قلنا الكوندكتنج ماتيريال كيف بميزها؟ ايش بميز الكوندكتنج ماتيريال عن النون كوندكتنج ماتيريال؟ شو البارامتر؟ كوندكتيفيتي تمام او الريزستيفيتي، كوندكتيفيتي او الريزستيفيتي اللي هي اذا الكوندكتنج ماتيريال has a high conductivity واللي الرمز تبعها سيجما or low resistivity وحدة رو أوميتر، وحدة سيجما سيمنز اوكي ماشي سيمنز مضبوط اس ولا فيها شيء ثاني؟ اظنها اس الوحده اليونت مضبوط او مو بدك تستعمل مو بصير بس هي سيمنز اذا بدنا نكون دقيقين هي الصحيح انها سيمنز اوكي ماشي اذا لازم تكون كوندكتنج ماتيريال هلا النقطه المهمه does not need to be المادة ما بالضرورة انها تكون فيروماجنتيك بس ضروري انها تكون كوندكتنج وهلا راح نشوف وبتشتغل على مبدا ريزونانس مبدا الريزونانس والايدي كارنت اوكي هدول هم المبدئين الاساسيين اللي بيشتغل عليهم مبدا بيشتغل عليهم الاندكتيف بروكسيميتي سنس خلينا نطلع الان مبدا الريزونانس ايش مبدا الريزونانس رح نعمل رح نعمل سيريز ار سي سيركت او ار ال سي سيركت فلو عندي ار ال سي سيركت لو عندي سيركت زي هاي وطبعا هاي مع الوقت ايش راح يصير فيها؟ لو ماشي فيها كرنت هاي السيركت اللي هي الريزونانت سيركت الكرنت ايش راح يصير؟ عماله بتحول لو كان انيشال فاليو في عندي كرنت هون وزيرو فولتج على الكاباستر لو كان في كرنت في الاندكتر ايش بكون؟ مخزن انرجي مضبوط؟ قديش الانرجي المخزنه بالاندكتر لما يمر في كرنت اي؟ نص ال اي سكوير تمام اذا نص ال اي سكوير راح يكون فيها بالجولز بهذا الاندكتر هلا هذا الكرنت لما يمشي بهذا الاتجاه رح يبدا يشحن الكاباستر في النهايه الكرنت رح ينزل لزيرو وين تكون الطاقه تحولت صارت في الكاباستر قديش قيمه الطاقه اللي مخزنه في الكاباستر هاف سي في سكوير تمام وطبعا هاي العمليه رح تستمر الان لانه اذا هذا الكاباستر مشحون وصار في فولتج مشحون هون هو رح يعمل كرنت ورح تستمر العمليه هاي اللي هي سكند اوردر بالحاله هاي رح تكون اندر دامب احتمالها اندر دامب حسب تناقيا بالريزستور والكاباستر والاندكتر من هون وين عم تضيع الطاقه خلال العمليه هاي عمليه انتقال الطاقه بالريزستور فهذا هو الدامبينج شيء بعطيني ولو انا ما زودت طاقه اضافيه لهي ريزونانس سيركت في النهايه ايش راح يصير لو كانت اندر دامب مثلا وكان في عندي انيشال فاليو خلينا افترض كان عندي كرنت انيشال فاليو ولو هذا هون اي ال اوف تي راح يصير عندي في النهايه هيك مضبوط اذا كانت اندر دامت انا ما بقول انها لازم تكون اندر دامت ممكن تكون ممكن تكون اوفر دامت بيعتمد هذا على ايش انها اندر دامت او اوفر دامت على الريليتيف فاليو تبع الريزيستنسز والاندكتر والكاباستر هلا لو استطعت انا بطريقه معينه احط سورس يتغلب على هدول اللوسز اللي موجوده هون لو حطيت سورس يتغلب على اللوس اللي موجوده هون بقدر اعمل سستيند اوسيليشنز لاحظوا هون اذا هذا حافظت عليه سستيند اوسيليشنز في طاقه عمالها بتضيع بالريزستور مزبوط كل سايكل
اذا زودتها بطريقه باكسترنال سورس، اذا استعملت اكسترنال سورس راح يصير في عندي سستيند اوسيليشنز. سستيند اوسيليشنز اذا بدي باي سبلاينج لوست انرجي. اذا هون لما بعمل هلا سيتنج اب للسيستم راح يبدا هذا الهول الكرنت يلف. طبعا هون عم بعرف في عندي هون اوسيليشنز عم بتصير، فالكرنت بزيد 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 وبشحن الفولتج، برد مره ثانيه بعمل بفرغ، وبتضل هالعمليه هاي بتستمر، والطاقه اللي بتضيع بالريزستر عم بزودها انا بمصدر خارج من هون. هذه ريزونانس سيركت اخذتوها بالسيركتس مش هيك مزبوط، وفي منها ممكن تكون سيريز وممكن تكون بارلل. هلا اللي راح نعمله رح نشبك كويل كبير هون، هذا الاندكتر الاندكتيف بروكسيميتي سنسر. لو كان هذا مثلا السنسر من هون فرضا، هذا وجه السنسر، رح نعمل احنا كويل داخلي في داخل السنسر طالع منه طرفين زي. فالكرنت لما بمر من هون، هلا هذا الكرنت من هون اي سي مش هيك، ايش رح يتكون هون بالمنطقه هاي؟ رح يتكون ماجنتيك فلوكس وماجنتيك فلوكس دنسيتي فاي او بي، ورح تكون اي سي لانه هذا الكرنت اي سي مضبوط. فهذا عماله بتتغير بهذا الاتجاه، طبعا في فتره رح يكون انكريسنج وفي فتره رح يكون ديكريسنج. وفي داخل السنسنج سيركت رح يكون انا حاطط كاباسيتر، وفي عندي دائره، الدائره هاي اللي موجوده هون السيركت رح اسميها بس سيركت سي كي تي، والسيركت اللي موجوده هون في داخل السنسر رح تزودني باي لوسز، رح تتعود اي لوسز بتصير بالدائره هاي في ريزيستنس لكم، في ريزيستنس حتى انا لو ما رسمته مزبوط، مش اي كول انا بلفه عدد من المرات رح يكون في له السلك نفسه ريزيستنس. اذا هلا الدائره هاي رح تبدا تشتغل بهذا السيركت، هاي رح تزودني باللوسز اللي بتصير في الريزيستنس. هون صار عندي انا ريزونانت سيركت، الريزونانت سيركت الريزونانت فريكونسي رح تعتمد على ال وسي مضبوط، ورح تعتمد كمان على ار. اخذتوا الريزونانس مضبوط؟ اخذتوا الريزونانت فريكونسي البودي بلوت مضبوط؟ اخذتوا شيء زي هيك؟ اوكي سكند اوردر سيستم. هلا لما يكون فيش عندي اوبجكت قريبه من هذا، لما يكون هون في هواء، لما تكون هذه هون ماده ما لها كوندكشن، مش راح يتكون اوبوزنج ماجنتيك فلوكس. لكن لو الان اجيت قربت جسم والجسم هذا كان كوندكتنج، حطيت هون كوندكتنج اوبجكت، هلا هذا الفلوكس اللي موجود هون ايش راح يحاول يعمل في هاي الماده؟ راح يحاول يكون ايدي كرنت لوسز مش هيك؟ لكن حسب لينزز لو وين راح يكون اتجاه الايدي كرنت لوسز؟ ايش لازم يعمل؟ لازم يولد ماجنتيك فلكس يكون معاكس للهاي، فراح يتكون. فاذا الفلكس بهذا الاتجاه وانكريسنج، اذا الفلكس بهذا الاتجاه وانكريسنج راح يتكون ايدي كرنت في هاي الماده معاكس للانكريس، اوكي؟ فلو جيت اطلعت على هاي الماده، وطبعا لانها كوندكتنج راح يمشوا فيها لوبس صغيره، لو طلعت على هاي الماده هلا هون هذه القطعه جيت اطلعت عليها من فوق راح الاقي كانه مثلا نفترض الفلكس طالع من الصفحه مثلا او خلينا نقول داخل من الصفحه وانكريسنج، راح يتكون اذا هو داخل بالصفحه وانكريسنج راح يتكون ايدي كرنتس بحيث انها تعاكسه مش هيك؟ اذا انكريسنج اذا داخل بالصفحه وانكريسنج فراح يتكون عندي ايدي كرنتس الايدي كرنتس اللي موجود طالع من الصفحه بهذا الشكل اوكي؟ وهي الايدي كرنتس رح تحاول تضعف الماجنتيك فلكس اللي موجود هون. الطاقه لا تفنى ولا تستحدث، فهذا هون رح يصير في انرجي ضائع في هاي مضبوط الماتيريال. هاي الانرجي وين بدها تيجي؟ عمالها بتضعف الكرنت الاصلي اللي موجود هون، فراح الاقي انه هاي الدائره الماجنتيود تبع الاوسيليشنز نزل بس حطيت هذا الجسم. مين بده يزودني بطاقه اضافيه حتى يحافظ على السيركت؟ فالسيركت راح تعمل ديتكشن انه في اوبجكت فيرومغناطيك عفوا، في اوبجكت كوندكتنج. هلا اذا كان فيرومغناطيك راح يكون الايفكت اقوى كمان، راح يكون في ايفكت اضافي، بس مش شرط. احنا قلنا ما في حاجه الماده تكون فيرومغناطيك، بس الايفكت راح يكون مختلف. اذا كانت هاي الماده كوندكتنج وفيرومغناطيك الايفكت راح يكون اقوى مما لو كانت بس كوندكتنج. اذا هون راح يصير عندي هلا راح يصير في تغير بالماجنتيود تبع هدول الاوسيليشنز. هذا الماجنتيود راح نعمل له ديتكشن بالسيركت اللي موجوده هون، ولما بنعمل ديتكشن بالسيركت اللي موجود هون راح نعرف انه في اوبجكت، الا اذا هذا الاوبجكت كان بعيد كثير برا الرينج اللي احنا بنسميه اس ان
اس ان اللي هو السنسنج رينج. اذا كان الاوبجكت هذا within السنسنج رينج راح يصير في له ديتكشن وفي عندنا شمت تريجر سيركت هلا بحكي عنها. اذا بلاحظوا هاي المبدئين الاساسيين عملنا احنا ريزونانس ريزونانس سيركت. السيركت اللي موجوده هون زودت اللوسز اللي موجوده زودت الدائره باللوسز الموجوده بحيث انها تتغلب على اللوسز الموجوده بالريزستور. لما اجينا حطينا اوبجكت كوندكتنج اوبجكت في مسار هاي في الرينج تبعها اثر هذا على الماجنتيك فلكس اللي موجوده في الكويل وضعف من الاوسيليشنز اللي موجوده بالدائره فالسيركت اضطرت انها تزودني بانرجي اضافيه تتغلب على اللوسز الجديده اللي صارت هون فصار صرت اقدر اعرف انه في عندي اوبجكت كوندكتنج ممكن يكون كمان فيرو ماجنتيك لكن الاساس لازم يكون هذا الاوبجكت كوندكتنج.